بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد عبد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذه الأمة المحمدية كم فيها من العلماء الربانيين الذين ورثوا العلم وعلموه، ومع ذلك لا نقول لهم بالعصمة ولا ندعي لهم الكمال، ولا يمنعنا ذلك أن نقتبس من سناهم ونتدارس شيئا من أخبارهم. أيها المباركون، لقاؤنا اليوم نتدارس ونقتبس من بعض أخبار علماء هذه الأمة من السابقين، وعلى بركة الله نبدأ. إذن عنوان هذه الحلقة سيكون بإذن الله تعالى من أخبارهم. فضيلة الشيخ صالح، ودنا أن نبدأ في أخبار علماء هذه الأمة بعبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق في خبره عن نبيه موسى: ذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأظن مر معنا هذا التنبيه على أن المقصود الأسماء من كل شيء خشية الله. فنحن عندما نتدارس أخبار العلماء لا نريد أن نعظم أحدا أو نجفو عنه، وإنما نريد ما الطرق التي تعيننا على أن نخشى ربنا جل وعلا. هذا المقصود الأسماء من ذكر أخبار هؤلاء العلماء. لن نقول متى ولدوا ومتى ماتوا، فكل الناس يولدون ثم يموتون، وكل الناس لهم تاريخ يموتون فيه وتاريخ ولدوا فيه. هذه ليست بقضية ذات بال، وربما يجهل الإنسان أحيانا حتى متى مات أجداده، ولا يضره ذلك شيئا، ولا يضر ذلك علاقته بجده. فالقضية الأساسية هو أن يؤتى بالخبر الذي يراد الإخبار عنه من أخبار العلماء، ثم يقتبس منه ويؤصل على الكتاب والسنة، كيف يقبل، كيف يرد، كيف يفهم. هذا هو المعول عليه في مثل هذه اللقاءات المباركة. عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى أحد علماء المالكية، أي علماء المذهب المالكي. أدرك مالك رحمه الله، ومالك هو إمام دار الهجرة، ثاني الأئمة الأربعة المتبوعين ظهورا. لما أقول ظهور متبوعين يعني أن هناك أئمة غير متبوعين، لكن هؤلاء الأربعة كتب الله لهم أن يكون لهم طلاب، أن يكون لهم طلاب نشروا مذاهبهم. فعندما يأتي أحد على مذهب يؤمن بالأئمة ويقول كما أن لكم أئمة لنا أئمة، نقول ليس الأمر كذلك. نحن نقول إن هؤلاء الأربعة ليس العلم محصورا فيهم، لكن الله نشر ذكرهم بكثرة طلابهم فدونوه، وإلا في الأمة من هو أجل منهم علما وإن كان غير متبوع، كالليث، كالطبري، كالنخعي، السفيانان وغيرهم كثير. لكن لا نقصد عندما نقول متبوعين أي كتب الله لهم أن يكون لهم أتباع، وإلا هم أنفسهم رحمهم الله لم يقولوا أن العلم محصورا فينا، لم يقولوا أن العلم محصور فينا. فعبد الرحمن بن القاسم مفتي مصر في زمانه كان على مذهب مالك رحمه الله، وهو بالنسبة في مذهب مالك يقابل محمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة. فكما أن محمد بن الحسن رحمه الله وهو قبل مالك، قبل عبد الرحمن بن القاسم، كان رحمه الله له دور عظيم في نشر مذهب أبي حنيفة، كذلك عبد الرحمن بن القاسم كان له دور عظيم في نشر مذهب الإمام مالك رحمه الله. سنأخذ شيئا من أخباره التي تعنينا. كان ذا مال، ذا جاه، ذا دنيا، لكنه رزقه الله الزهد مع دنياه، سبحان الله، وكان جوادا معطاء، وكان لا يحب أن يدخل على السلاطين،
ويقول ليس في الدنو منهم خير. وهذه الكلمة لا تسلم له على إطلاقها، لأنه يوجد من هو خير منه دخل على السلاطين، لكن الأمر يختلف. فإذا عاصر الإنسان ولاة ظلمه ليس من حقه أن عالما أن يكثر من الدخول عليهم ويواطئهم على ما هم فيه، وإن كان غلب على ظنه أن الله يصلح به ويعين به وينصر به الحق ويدفع الله به الباطل ويقلل به الشر، فلا حرج عليه أن يدخل على السلاطين. العبرة بما؟ العبرة بالنية، العبرة بنية العبد لماذا دخل، دخل طمعا في دنياهم أو دخل ليصلح لهم آخرتهم. وهذا هو المعول عليه في مثل هذه الأمور، بدليل أن نبي الله يوسف وقد نعته الله بأنه صديق وهو هو في مقامه العظيم عليه السلام، مع ذلك قبل أن يستوزر لملك كافر لما غلب على ظنه أن الله سيصلح به ويقلل به الفساد. فالمقصود لا تسلم هذه الكلمة على إطلاقها لعبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان يقول تحر إياكم ورق الإخوان ورق الأحرار. قيل له وما رق الأحرار؟ قال كثرة الإخوان. رق الأحرار كثرة الإخوان، وهذه الكلمة تصدر عن عالم مجرب. لما؟ لأن الإنسان إذا كثر إخوانه كثرت تبعاتهم، فيصبح ملزما بقدر الإمكان بأن يرضوا عنه، وهذا يجعله مقيدا في الأمور في غدوه ورواحه. والنظر مثلا واقعيا، هذه الدولة المباركة قطر عن نفسه لا لها فيها أحباب كثر، فعندما تأتي ليوم أو يومين كل يريد منك أن تنصفه وتبره وتأتيه في منزله وتأتيه في منزله، وأنت لا تقدر على هذا، لأن هذا يعني ضياع أشياء كثر. ولهذا قال عبد الرحمن بن القاسم قال إن كنت قاضيا مع كثرة إخوانك لن تسلم من الظلم، وإن كنت عالما لن تسلم من ضياع الوقت. سبحان، لأنك تريد أن تجلهم تكرمهم تدخلهم دارك، خسران خسران، هذا يغدو وهذا يروح، وهذا يغدو وهذا يأتي، وهذا يأتيك من سفر وهذا يأتيك من إقامة، هذا يأتيك من ضعن، هذا يأتيك من، وهذا لديه زواج وهذا لديه زواج وهذا سفر وهذا كله نعم يكثر عليك التبعات. فكان رحمه الله يقول تحر إياكم ورق الأحرار. قالوا وما رق الأحرار يا عبد الرحمن؟ قال كثرة الإخوان. هذه نعم الثانية. كان معروفا بورعه رحمه الله، والورع هو الدين، والله إذا علم من عبده ورعا حفظه. حج مرة ومعه سحنون وابن وأشهب وجملة من علماء المذهب واحد أبنائه، فدخلوا ديار الحجاز فأتوا على مسجد قرية فناموا، فلما ناموا رأى عبد الرحمن في المنام أن رجلا يدخل عليهم من باب المسجد الذي هم فيه ومعه طبق مغطى بمنديل وتحته رأس خنزير، فقام فزعا وقالها لمن حوله وقال أسأل الله أن يؤتينا خيرها. لم يفرغوا من حديثهم إلا ودخل رجل من باب المسجد معه طبق مغطى بمنديل وفيه رطب، وقدمه إلى ابن القاسم فقال رحمه الله إني لا أكل منه، ما إلى الأكل منه من سبيل. فتعجب الرجل قال أعطي أصحابك، فاعتذر له، فخرج الرجل فقال هذا تأويل رؤياي يا أبا سعيد، يخاطب أحد تلاميذه. ثم تبين أن هذه القرية النخل الذي فيها كان وقفا ثم غصب، كان وقفا ثم غصب، وأنت تعلم أستاذنا الكريم أن عبد الرحمن ومن معه ورفقته لو أكلوا لما أثموا، لأن الأصل في المؤمن السلامة، وهذا أتاه في بيت من بيوت الله برطب ولا يريد أن يكرمهم السؤال فيه، ولا ليس لزاما أن يسألوا، يريد أن يطعمهم، لكن الله نجاهم بالرؤيا حتى يبقيهم على ورعهم لعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية أن هؤلاء القوم وعبد الرحمن خاصة كانوا ذا ورع، فأبقى الله عليهم ورعهم. ومن يصدق مع الله يصدق الله ما يصدق الله معه. فالله تبارك وتعالى أنعم عليهم بهذه الرؤيا نذارة لهم، وفي هذا دليل على أن الإنسان يعلم إذا كان الرطب وهو مما أثنى عليه القرآن طعاما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأكله، بيت لا تمر فيه جياع أهله،
ومذكور في القرآن وأنعم به على مريم عليه السلام، ومع ذلك وقع في الرؤيا على هيئة رأس خنزير على أقبح الحرام، فما بالك فما بالك بغيره. وهذا يدل على أن الشيء العبرة بطريقة جمعه، نعم، مع العبرة بعينه، فإن كان عينه محرما كالخمر حتى لو جمعتها بالشراء، نعم، تبقى حراما. وكذلك الشيء حتى لو كان من أعظم المباحات، فإن أخذته من غير حله، من غير طريقه، من غير سبيله، هلكت. ونجى الله جل وعلا هؤلاء الركب بأن جعلهم على هذا النحو. فهذا رحمه الله أحد أبرز تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا هذا بعض مقامه في المذهب المالكي. فتح الله لك فضل الشيخ. استأذنك في استقبال أولى الاتصالات. الأخ ماجد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ حياك الله أخ ماجد، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا ماجد. أحسن الله إليك يا شيخ. حياك الله أخي الكريم. بالنسبة أنا ودي أسأل أسئلة يعني ليس لها علاقة في العلم. أخ ماجد لو تستعجل الله يخليك في الأسئلة. طيب، سورة النور، سورة النور هل فيها حديث أن النساء يقرؤونها ويفهمونها ويحفظونها؟ أنا ما أدري عن الحديث. طيب سؤالك الثاني يا أخ ماجد، هل الدعاء يرد القضاء؟ طيب، وهل الدعاء يرد يوم الأبد إذا جاء يومها وأجله الأخر إذا دعي له؟ طيب، وثالث شيء بس ودي أسأل عن حال مخرج برنامج يوسف أبو علي. أبو علي نسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية، إن شاء الله ما زال هو في ذهب في رحلة للعلاج، ودعواتكم له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. إن شاء الله أن يخرج بالسلام إن شاء الله، وأحسن الله عليك يا شيخ، والله يسترك حيا وميتا يا شيخ. الله يجزيك الخير. الأخ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالك الله يعطيك؟ حياك الله يا أخي. تفضل. تفضل معك الشيخ. سلام عليك صالح. حياك الله وعليك السلام. انا احبك في الله والله يا شيخ. احبك الله واجلك يا شيخ. ابغى جوابك الخاص الله يخليك. ابغى اكلمك مالي بالك يا شيخ خارج البرنامج. يعطونك رقمك الخاص ان شاء الله. ان شاء الله يعطونك الرقم. الاخ عبد الرحمن، السلام عليكم. اخ عبد الرحمن. عليكم السلام. حياك الله يا اخي، تفضل. يا هلا، عبد الله مساك بكل خير اخي عبد. وياك ان شاء الله. اهلا بضيفك يا شيخ صالح حفظه الله. سؤالي يا شيخ. تفضل يا أخ صالح. يا أخ عبد الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. سؤالي هنا الواو، الواو والفاء ماذا تعني؟ ومتى يعرف الإنسان أنه في حالة خوف؟ فإن متى يتبين له الخوف هنا؟ متى يعرف أنه في خوف؟ هل ينجح أو لا ينجح؟ هذا توضيح ذلك. وكذلك توضيح الواو والفاء هنا وموقع ماذا تعني؟ إن شاء الله جيبك. وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة. شكرا. نعم فضيلة الشيخ، أثناء حديثكم فهد. طيب أستأذنك فضيلة الشيخ أيضا. فهد السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشيخ عبد الرحمن، حياك الله يا أخي، تفضل. محلي أكلم الشيخ. معك الشيخ، تفضل يا اخي. السلام عليكم يا شيخ ابو هاشم. حياكم الله، الله يبقيك. اذا تسمح لي شيخنا، انا عندي سؤالين، ولكن قبل السؤالين، الله عز وجل حي لا يموت وهو يراني ويسمعني واشهده والله. اخ فهد لو ترفع صوتك شوي. اقول للشيخ صالح الله عز وجل حي لا يموت وهو يسمعني ويراني واشهد والله اني احبه فيه. احبك الله. سؤالين الله يعطيك العافيه. السؤال الاول، قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. كيف يرجو العبد لخالقه الوقار؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الأثر أنه أبغض الأماكن عند الله عز وجل الأسواق، واجبنا حنا تجاه هذه الأماكن اللي يبغضها الله عز وجل. وشكرا لكم. آخر متصل، السلام عليكم. أخ باسم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أخي، بس كلمني من الهاتف يا أخ باسم. تفضل يا أخ باسم. نعم. كلمني من الهاتف الله يخليك على عجالة.
طيب فضيلة الشيخ، وفي حديثكم عن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، تكلمتم عن سحنون أنه أحد تلامذته. نعم. لو تحدثنا عنه. طبعا كلمة سحنون لقب عليه، واسمه نعم. عبد السلام تنوخي المغربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسحنون اسم طائر معروف بحدة البصر وذكائه المفرط، فسمي سحنون، لقب عبد السلام هذا رحمه الله بسحنون، وتنطق بضم السين وفتحها، يقال سحنون ويقال سحنون، والأشهر في الاستعمال بالضم سحنون، وصفا له بهذا الطائر. هذا العالم الجليل عاش في زمن مالك، بمعنى أنه كان فيه بقية من عمر أن يدرك مالكا. نعم. بمعنى أن لو هاجر من المغرب في حياة مالك لقي مالكا، أي فرصة اللقاء كانت ممكنة، لكنه كان فقيرا، فمنعه الفقر، لم يقدر على القيام بما تستلزمه الرحلة من المغرب إلى المدينة ليأخذ عن مالك. نعم. فلهذا كان يقول قاتل الله الفقر. وفي هذا دلالة على أن أصحاب الأموال من المسلمين من أعظم ما يتاجرون به مع الله أن يتبنوا طلبة العلم الفقراء. ويوجد في جزيرة العرب، في السعودية المباركة، في قطر، في الكويت، في الإمارات، جاليات كثيرة من إخواننا من دول عربية وإسلامية هاجروا إليها طلبا للرزق، وفي بعضهم حب للعلم. فتبني أمثال هؤلاء الطلاب الذين انقطعت بهم السبل وعليهم صبغة الفقر حسن جدا في القربة إلى الله. فكما أنه ينبغي على هؤلاء أصحاب الأموال تبني هؤلاء الطلاب، ينبغي على الطلاب أن يشتغلوا بالعلم، لأنه الذي يمنع كثير من أرباب الأموال تبني هؤلاء الطلاب أن بعض الطلاب يشتغلوا بالسياسة، يشتغلوا بالحزبية، يشتغلوا بأمور عدة، فيجعل صاحب المال في حرج كبير مع أهله، مع عشيرته، مع ولاة أمره، مما لا ينبغي فعله. فينبغي على الطلاب أن ينشغلوا بالعلم الذي يعني ذكروا أنهم يطلبونه. فالمقصود أن قلة ذات اليد منعت سحنون من أن يصل إلى المدينة. فلما لم يستطع مقابلة مالك، قابل من؟ قابل عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رحمه الله، وأخذ عنه، أخذ عنه مسائل. ثم إنه قدر أن ابن القاسم رحمه الله أملأ مسائل على أسد بن الفرات رحمه الله هو الآخر، فذهب سحنون وأخذ تلك المسائل عن أسد وكتبها، ثم عاد بها إلى ابن القاسم، فأحب ابن القاسم أن يغير فيها ويبدل ويراجعها، فأخذ يعدل لمن؟ لسحنون. فأخذ سحنون يبدل ويضع أبوابا ويزيد فيها بعض الزيادات وبعض الآراء التي يرتضيها، وطلب منه ابن القاسم أن يعود إلى أسد ليعدل النسخة التي عنده. فكأن أسد بن الفرات أنف من هذا أن يصنع هذا. فلما بلغ ابن القاسم ذلك، دعا عليه أن الله لا ينفع بالأسدية، فانصرف المالكية عن الأسدية التي جمعها من؟ جمع أسد بن الفرات، وانصرفوا إلى سحنون، وأخذوا عنه ما يعرف الآن في الفقه المالكي بالمدونة، وهي من مصادر المذهب الكبرى، وفيها بعض الزيادات بعض الأئمة المالكية لا يرتضيها، لكن المقصود هي اليوم من أعظم مصادر المذهب المالكي، وهي ما أخذه سحنون وراجعه وبوبه على ابن القاسم بعد أن أنف أسد بن الفرات أن يأخذ عنه. هذا رحمه الله العالم الجليل سحنون كانت له جهود مباركة في المذهب، في المذهب المالكي، وقلنا إن فقره منعه من الوصول إلى مالك، فأخذ من ابن القاسم. مما يعني يمكن أن يقال عنه أو يؤثر، قلنا حجم ابن القاسم في القضية الأولى التي ذكرناها، في قضية الرؤية التي رآها ابن القاسم. كذلك مما يحفظ عنه أنه زار مرة، كان يعني يلح عليه الطلاب هو أو ابن القاسم على قضية المسائل فيكثرون، فكان هو سحنون وغيره يلحون على ابن القاسم، فكان ابن القاسم يقول، وهذا عندي هو العلم، قال: إن قليل هذا الأمر مع التقوى كثير، وكثير هذا الأمر مع التقوى قليل. أحيانا ينصرف طلاب العلم إلى الإغراق في تدوين المسائل والتهميش، ويقضون الساعات والليالي ويتركون حظهم من العبادة،
ويحتجون بفعل زيد وعمر. ولو عدنا إلى مذهب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال مذهبه، لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأمة علما كان له حظ من النوم، حظ من قيام الليل، حظ لأهله معه. فكل الهدي في هديه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عبد الرحمن لسحنون وغيره من الطلاب: إن في رأسي مثل الرحى مما تقولون، يعني أكثرتم علي. إن قليل هذا الأمر مع كثير تقوى لكثير، وإن كثير هذا الأمر مع قليل تقوى لقليل. لأنك ستلقى الله جل وعلا، ستلقاه تبارك وتعالى بالتقوى التي عملتها. غاية الأمر من إرادة ذكر هذا العالم الجليل ما وقع له، وهذا يدل على أن الناس أحيانا يأنف بعضها من بعض. ومر معنا مسألة حسد الأقران، وقلما يقبل كبير في السن أن يأخذ من هو أصغر منه، لكنه إن فعل فهذا دلالة كمال مروءة، ودلالة رجاحة عقل نضج، ودلالة نضج، ودلالة حب للخير. والنفس لن تجلس مجلسا تحبه حتى تجلس قبله مجلسا تكرهه. ولن، وهذا غالبا، يرفع الله أحدا بالدين في الملأ إلا وقد كانت له سيرة عند الله في الخلأ. أما بالدنيا فيرفع بها من يحبه الله، البر والفاجر، من يحبه الله ولا يحبه. هذا بعض ما يمكن، وأنا غاية العلم عندي في قضية الأسدية والمدونة التي هي في مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم أمين. إذا نرجع لأسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ ماجد يقول: سورة النور على النساء أن يقرؤوها، أن يقرؤونها ورد هذا فيما أذكر الساعة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لا أعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر موقوف على بعض الصحابة. وغالب الظن فيما أذكره الساعة أنه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحث النساء على أن يقرأن سورة النور لما فيها من كمال الأداب وجليل العظات. والله جل وعلا ذكر فيها كثيرا مما تحتاجه المرأة المسلمة على وجه الخصوص. نعم. هو أيضا يسأل: هل الدعاء يرد القضاء؟ ينبغي أن يعلم أنه لن يقع إلا ما قدر الله. فإذا أراد الله أن يرد قدرا في يدي كتب في يد الملائكة، ألهم ذلك العبد دعاء كتب في اللوح المحفوظ، ألهمه دعاء كتب في اللوح المحفوظ. في الحديث: لا يرد القدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. والمعنى متلازم، وكل ذلك بقدر الله، كل ذلك بقدر الله جل وعلا. والدعاء مر معنا كثيرا أن شأنه عظيم جدا عند الله، شأنه عظيم عند الله. فإذا كان الإنسان ذا تقوى في السر كان أقرب إلى إجابة دعوته. وقد كان في بعض مغازي المسلمين لقيوا علجا من الروم، كان لا يرمي بنشاب أو بحجر إلا أصاب مسلما، فأضر ذلك بالمسلمين، فلجأوا إلى أحدهم يقال له أبو معاوية الأسود، قال عنه الذهبي في الأعلام إنه أشبه بالأبدال في الأرض، كان مستجاب الدعوة. فقالوا له: يا أبا معاوية، إن هذا العلج، ويظهر أن العلج كان على حصن، أضر بنا. فقال: أعطوني النشاب. أعطوه النشاب فتلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قال لهم: أين تريدونني أن أصيبه؟ الله أكبر. قالوا: في مذاكيره. فقال: أي رب، قد سمعت ما طلبوا. الله أكبر. فاللهم أجبهم. ورمى فأصابه فيما طلبوه وسقط العلج. لكن انظر إلى قراءته قول الله جل وعلا قبل ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهنا أظهر لهم علمه بالدعاء لحاجة المسلمين إليه، لكنه لو كان في ملأ غيره لما صنع ذلك. ليس فلسفة، ليس فلسفة. ولذلك جاءه أقوام في موقف آخر وقالوا له: يا أبا معاوية، ادعو الله لنا. ماذا قال؟ قال: اللهم لا تحرمهم بي وارحمني بهم. الله. اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي. العكس تماما. نعم. منظر كيف خلص نفسه. لأنه أصلا لو كان ممن يظن في نفسه الخير ويدري على الناس به
لما رفع الله ذكره هذا، وإن كان يعني كلمة رفع الله ذكره أحيانا تحتاج إلى ضابط، يعني يعني ما نستطيع نقول أن كل من عرف واشتهر دلالة على رضوان الله، يعني هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، لأن هذه أشياء قد تكون أحيانا فتنة. والله يقول وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ربنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. نعم. فيحتاط العاقل لنفسه في مثل هذه الأحوال، والمقصود هذا في الإجابة عن قوله القدر والدعاء. نعم. الأخ عبد الرحمن يسأل في قول الله تبارك وتعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، هو جملة أنا سأجيبه في بالإجمال. نعم. النساء من زينة الدنيا، قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولما ذكر الله جل وعلا أهل طاعته وما عد لهم في جنته قال وحور عين، أعدها تبارك وتعالى للرجال. من هنا يعلم فيما يبدو لي أن الأصل في النكاح التعدد، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال هو السائل متى أعلم أعدل أو لا أعدل؟ كل إنسان أعلم بنفسه، أعلم بحاجته، أعلم بقدرته جسدا ومالا، أعلم بقدرته على الإنصاف، أعلم بقدرته على تملك الهوى في قلبه، أعلم بقدرته على خشية الله تبارك وتعالى. لأن هذا إذا تزوج رجل ما امرأة ما دخلت في ذمته فأصبح لها حق، فإن كان لا يقدر على ذلكم الحق وعليه غلبة هوى، فمن قبل أن يبدأ ذلكم الأمر. وقد سمى الله جل وعلا النكاح في القرآن ميثاقا غليظا، فلا ينبغي الاستهانة به، وفي هذا أحاديث كثر في ذلكم الباب. وكما قلت ظاهر القرآن والعلم عند الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم يدل على أن الأصل في النكاح التعدد. نعم. الأخ عماد استاذنك فضل الشيخ من الخرطوم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. حياك الله يا أخي عماد، تفضل يا أخي. يا شيخ صالح السلام عليكم. حياكم الله يا أخي الكريم. الله يحفظك، أحبك في الله يا شيخ صالح. أحبكم الله يا أخي الكريم. الله يحفظك ويبارك فيك وربنا يكرمك. تفضل يا عماد. عندي سؤالين، السؤال الأول إذا أيقظت والدي لصلاة الفجر يعتبر هذا من العقوق؟ أرفع صوتك يا عماد. قلت لك يعني عندي اثنين سؤال، السؤال الأول إذا أيقظت والدي إلى صلاة الفجر يعتبر هذا من العقوق؟ إذا أغضبت والديك؟ أخي عماد. أيوه. إذا أيقظتهم من النوم. أي. أيوة. أيوة في صلاة الفجر يعتبر هذا من العقوق؟ صلاة الفجر. طيب. إيه نعم واضح. والسؤال الثاني، الآية اللي تقول ربي لا تؤاخذني بما يقولون، ربي لا تؤاخذني بما يقولون ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية ليست يعني الشرح للآية هذه. الآية ليست كذلك. الآية ليست كذلك. نعطيك شرح الآية إن شاء الله. أه؟ نعطيك شرح الآية. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشعراء. طيب خير إن شاء الله. عماد الأخ عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله. حيا الله شيخ صالح، يا مرحبا. يا أول مرة أحكي على الهواء، ولكن أسألك يا شيخ عن والدتي كبيرة في السن والتخلط ما بين صلاة العصر وصلاة الفجر لأنها بعد نوم، فهل أنا آثمة لما أقول لها يا أمي أنت صليتي مثلا العصر أو صليتي الفجر؟ هذه وحدة. الحاجة الثانية إني أمنعها من أداء الصيام نظرا لمرضها، وهي تحب الصيام كثيرا ولكن يؤثر في أدويتها، فهل أنا آثمة؟ علما بأنني أرى البرنامج مباشر على الهواء يوم الأربعاء وأجعلها تنظر إليه يوم الخميس بكرة الساعة 1 إذا صحيتها، قلت يلا يا أمي قومي يجي الشيخ صالح، قالت الله يبشرك بالجنة. والله يا بنتي لو تخيريني ما بين الجنيهات والشيخ صالح لا أختار الشيخ صالح على الجنيهات، هذا كلام. الله يجزاها بالجنة، تحبك وتدعي لك يا شيخ، الله يجزاها بالجنة، تتمنى انها تراك، علما ان عمرها الان 90 سنة او 95 سنة، دائما تدعي لك. تسلم يا اختي عبد الرحمن،
نتمنى لها الصحة والعافية وتبرينها إن شاء الله تعالى. الأخ أبو خالد أيضا من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله أخ أبو خالد، لو ترفع صوتك قليلا. عندي سؤال وطلب وفائدة يا شيخ. تفضل. السؤال: ما تفسير قول الله عز وجل أبصر به وأسمع؟ قرأتها في التفسير ولم أفهم. طيب. والطلب أطلب من الشيخ أن يدعو الله لي سبحانه وتعالى أن يشرح صدري ويسر أمري ويذهب عني الهم والحزن. خير إن شاء الله. الأخ عبد الله أيضا من المملكة العربية السعودية، تفضل يا عبد الله. عبد الله. ألو. السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي، تفضل. الله يحييك، حياك الله وحيا الشيخ معك. الله يحييك. الله يحييك. أنا بيا شيخ، فيه أنا يعني قريت كتاب عن مقولة عن أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمة الله عليه، هل ينطبق عليه فعلا أنه رحمة الله عليه أنه أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، ولا ما ينطبق عليه الشيء هذا؟ طيب خير إن شاء الله. أخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا أخي. الله يبقيك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله حييكم يا أخي الكريم. شيخ صالح، بس نبغى تفسير للآية: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نبغى الذنب هنا لأنه النصارى بيشيعوا كلام كثير في الآية هذا. نعم. جزاك الله خير. وجزاك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نرجع إلى أسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ فهد يسأل في قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف يكون وقار الله عز وجل؟ هذا المراد به تعظيم الله تبارك وتعالى، وتعظيمه جل وعلا يكون بمعرفته والإكثار من ذكره والوقوف عند نهيه. نعم. وأنا أجيب إجمالا حتى أستطيع أن أدرك ما بقي من البرنامج وأدرك ما تمكننا فيه من الوقت. الله يفتح عليك. أيضا له سؤال آخر في قوله: بأن أبغض الأماكن الله عز وجل الأسواق. نعم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحب الأماكن إلى الله، قال المساجد. نعم. ثم سئل عن أبغضها فسأل جبريل فأجابه جبريل أنها الأسواق. نعم. والأسواق أبغض الأماكن إلى الله في المقام الأول لما ينعقد فيها من يمين فاجرة، لأن غالب التجار لا يتورع من أن يقسم يمينا فاجرة يستحل يأكل بها أموال الناس، ثم ما يقع فيها من أن الشيطان ينصب فيها رايته لكثير من الأثام، فالإنسان يدخلها إذا كان له فيها لزاما ويستعيذ بالله مما فيها من شر، ولو قرأ الدعاء الذي بعض أهل العلم يحسنه في أنه صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فضيلة الشيخ، الأخ أيضا يسأل، الأخ عماد من الخرطوم يسأل في إيقاظ أهله والديه لصلاة الفجر، هل هذا فيه من العقوق؟ هذا من البر. نعم. ليس من العقوق، لأن كونه يكون سببا في أن يشهد أباه، أن يشهد أبوه وأمه صلاة الفجر، هذا رحمة بهما ولا ضير فيه البتة، وأسأل الله أن يرزقه برهما وسؤاله بهذه الكيفية إن شاء الله من قرائن الخير فيه. نعم. وأن من أعظم التوفيق أن يكون الإنسان معانا على بر والديه. نعم. في قول الله تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، هذا ذكره الله جل وعلا في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. نعم. قال الله جل وعلا عنه، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخزي دخول النار، وهو عار يلتحق بالإنسان عياذا بالله، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن الخزي الأكبر هو دخول النار. والخليل عليه السلام على عظم صلاحه وجليل تقواه وخوفه من ربه وما له من مناقب لا يمكن لمثلنا أن يحصرها، مع ذلك خاف من هول الموت وخاف من هول اليوم الآخر، وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. لأن الأصل أن المال والبنين ينفعون في الدنيا، المال فيه جمال ونفع، والبنون فيهم قوة ودفع، ومع ذلك كل منهما لا ينفع صاحبه شيئا يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مليء بالتوحيد سليم من الشرك، مليء بالسنة سليم من البدعة، مليء بحب الخير للمؤمنين سليم من البغض والحسد والشقاق والنفاق والشحناء. نعم.
الأخت أم عبد الرحمن تسأل أن والدتها أيضا كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لها الصحة والعافية تخلط بين صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها بعد استيقاظ من النوم. نعم، أولا أشكر الأخت أم عبد الرحمن شكرا جزيلا على مشاعرها النبيلة وعلى ما ذكرته عن والدتها المباركة، وأسأل الله أن يمن على هذه الوالدة المباركة بالعفو والعافية والخاتمة الحسنة والحياة الطيبة، وأن يمتعها بسمعها وبصرها وسائر قوتها، وأن يجعلها الوارثة منها. ومعنى وأن يجعلها الوارثة منها أن الإنسان يقبض وهو متع بسمعه وبصره وسائر قوته. أما قولها أنه إذا أيقظتها لصلاة الفجر تنبهها، هذا لا حرج فيه، وقد نص الله عليه في القرآن تعريضا، ذكره الله في القرآن تعريضا، قال الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فأحيانا يكون النية حسنة، لكن المطلب والعمل والصنيع ظاهره أنه عقوق، وهو في حقيقته أمر من الصلاح بمكان، كصنيع هذه أم عبد الرحمن وفقها الله مع أمها. وأما محبة أمها لي فأسأل الله أن يبارك لنا في هذه المرأة المباركة وأن يجزيها عني خير الجزاء، وأشكر لها إجلالها لي، وأسأل الله أن لا يفتنني بمحبة الناس لي. تمنح أيضا عن الصوم لأن لديها بعض الأيام. من حقها أن تمنعها من الصوم، لأن الأصل أن المريض معفى من الصوم في أصله، فإذا كان نجم عن ذلك ضرر متزايد مثل أنه يؤخر الدواء الذي يأخذه ويتعرض بدنه بعد ذلك لمزيد من المشاق، فمن حق أي فتاة أن تمنع أمها من ذلك، لكن قضية كيفية المنع. ويحسن بالأمهات كبيرات السن أن يستجبن وأن يلبين الطلب، وأن يعلمن أن بناتهن إنما يريدن بذلك المصلحة لهن، وأن الدين يسر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو خالد يسأل في قول الله تبارك وتعالى: أبصر به وأسمع. هذا أسلوب تعجب تقوله العرب، لأن العرب في تعجبها تقول على صيغتين: أفعل به وما أفعله. فمعنى أبصر به وأسمع أي ما أعظم بصره وما أعظم سمعه. تبارك اسمه وجل ثناه، وقد قال جل وعلا عن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. الأخ عبد الله يسأل عن هارون الرشيد رحمه الله، يقول: هل هو أمير الخلفاء؟ هارون الرشيد أحد خلفاء بني العباس، وقد ذكروا أن له حج، كثرة حج، أن له كثرة حج وكثرة جهاد، وهذا يحمد له، لكنه لا يقال عنه أنه أمير الخلفاء ولا يبالغ فيه كما هو ذائع في بعض كتب التاريخ. قد كان في سيفه رهق رحمه الله، وعندما نقول في سيفه رهق، هذا كان جل ملوك بني العباس في سيوفهم رهق، يعني لا يبالون بسفك الدماء، وسفك الدماء ليس بالأمر الهين، وخبره مع البرامكة معروف، وأيا كانت خطيئة البرامكة هذه لا تستوجب قتلهم وسجنهم وأخذ الخاص منهم بالعام واستئصالهم، فالشرع لا يدعو إلى هذا ولا يقره. وقع من الرشيد أو وقع من غيره. وقلت إن جل ملوك بني العباس فيهم شيء من هذا إلا من رحم الله، والملك فتنة، والحفاظ عليه أشد وأعظم فتنة، وقد قيل: إن من العصمة ألا تقدر والعلم عند الله. سبحان الله. الأخ محمد يسأل في قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت هذه الآية في مصرف النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الحديبية، وقد قيل له: يا رسول الله فتح هو؟ قال: نعم، وأي فتح. ولما نزلت هذه الآيات المباركات دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وكان في مؤخرة الجيش وتلاها عليه، واختلف العلماء في معنى الآية، لكن الذي يظهر لي أنه ليس هناك ذنب متقدم أصلا ولا ذنب متأخر له صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله من الصغائر والكبائر على الصحيح، لكن المقصود بيان منزلته عند الله جل وعلا. فإذا كانت الذنوب هي التي تحول في الأصل بين العباد وبين ربهم، فأنت أيها النبي الخاتم والرسول المجتبى والحبيب المصطفى كل ذلك معفو عنه لو وقع منك، معفو عنه لو وقع منك. وبعض العلماء يحمل الذنب هنا على أنه خلاف الأولى، وهذا يقبل ولنا فيها تفسير لو أن إذا أراد السائل أن يرجع إليه مفصلا في موقعنا الذي نشرف عليه من حيث الجملة والراسخون في العلم، أظن في أحد لقاءات مع القرآن، لكني لا أذكر أي أعوامه، هو الثاني أو الثالث
المقصود لو سأل الإخوة المشرفين لأجابوا بإذن الله تعالى. فضل الشيخ نرجع إلى عنوان هذه الحلقة وهو من أخبارهم. نعم نتوقف عن استقبال الأسئلة إذا نعم. يعد وكيع ابن الجراح إماما بالورع والحفظ، نريد قبسات من حياته. وكيع ابن الجراح أحد أئمة الحديث المشاهير، كان فيه سمنة وكان وجهه يتلألأ نورا، وقد قال الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد أي أنه رأى الكبار الإمام أحمد ورأى وكيعا، وكيع أخذ عنه الإمام أحمد، كان يقول ما رأيتم مثل وكيع في الحفظ والإسناد مع خشية وورع. فجمع هذا الإمام ما بين القدرة على الحفظ وإسناد الأحاديث مع ورع وخشية. قد بينا في اللقاء الأول في أول اللقاء أن المقصود إيصال هذا الأمر للناس ولأهل العلم وللدعاء في المقام الأول، لا بد من الورع والخشية. ليس العلم محصورا في قضية أن يملي الإنسان أو أن يقول أو نظهر كما نصنع عياذا بالله في الشاشات هنا وهناك. العلم الحق الورع والخشية. وقد قال علي بن خشرم ما رأيت وكيعا قط بيده كتاب إنما هو حفظ. الله أكبر. فسألته عن الأدوية كيف وصل إلى هذا، فقال لي أرأيتك إذ علمتك الدواء استعملته؟ فقال علي بن خشرم قلت إي والله، قال ترك المعاصي، والله ما رأيت مثله للحفظ. ومن هنا قالوا إن الشافعي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، والقلوب إنما جعلها الله في المقام الأول محلا لذكره، فعمرها الناس بالشهوات، فالسبيل إلى محو الشهوات بأمرين، بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه، بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه. فإذا أراد الإنسان أن يمحو من قلبه حب الشهوات فإما أن يزدد خوفا من عقاب الله أو أن يزدد شوقا إلى لقاء الله. لما؟ لأن من ازداد شوقا إلى لقاء الله استحيا أن يلقى الله وهو يحمل هذه الشهوات، استحيا أن يلقى الله وهو يحمل هذه الشهوات. وأنت ترى الرجل كلما دنا من بيت من يريد أن يزورهم راجع بدنه وهذب نفسه وأصلح حاله وشذب ثيابه، فكيف بالقدوم على ملك الملوك جل جلاله؟ كيف يقدم عليه؟ بالقلب. أما بشيء آخر الناس لا يمكن أن تجتمع حالة أجسادهم، محال. هو ربهم خلقهم، هذا معافى، هذا مبتلى، هذا أسود، هذا أحمر، هذا أبيض، ولا يملكون تغييرها، لكنهم يقدمون على الله بقلوبهم. فالشوق إلى لقائه يجعل العبد برحمة الله قادرا على أن يمحو من قلبه الشهوات. فالقلوب ما خلقت إلا أن تكون محلا لذكر الله. واليوم أنا غاد إلى دولة قطر المباركة، سألني أحد الإخوة عن قول الله جل وعلا في سورة طه عن نبيه موسى، قال واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ثم قال ما قال حتى يعينني على دعوة فرعون، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قال ما العلة؟ فقلت له إنما ذهب موسى إلى الغاية من هذا كله، فهو ما بعث إلى فرعون وما أويد بموسى، ولا يدعو الداعي إلى الله، ولا تعلم العبادات، ولا تقام الشعائر، ولا يرشد الناس إلا لشيء واحد، ذكر الله. ذكر الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المناسك إنما ذكر ذا إنما شرع ذلك كله ليذكر الله. ولهذا ركب نوح السفينة فقال وقال اركبوا فيها بسم الله مجرئها ومرساها، والله يقول لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال عن نوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله رب العالمين.
والله ذكر نهاية الأمر، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالقضية كلها قائمة على أن تكون القلوب محلا لذكر الله. وقد قال الأخيار من قبل إن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. ومن أراد أن يعرف أين هو في إيمانه فلينظر أين هو من راحة النفس عند ذكر الله، أين هو من راحة النفس عند ذكر الله. الله يقول وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال من غضب الله عليهم. وقال عن حال الصالحين جعلنا الله وإياك منهم، قال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ووكيع رحمه الله حج فلقي في مكة الفضيل بن عياض، وكان وكيع كما قلت سمينا، وكان يسمع عنه بأنه راهب العراق تعبدا. فلما راه الفضيل بن عياض سمينا تعجب، قال كيف أنت سمين ويقال عنك راهب العراق؟ فقال وكيع فرحي بالإسلام جعلني هكذا. الله، لأن الإنسان متى ينحل من الغم؟ فهو أراد أن ينفي عن نفسه الغم، فقال فرحي بالإسلام جعلني هكذا. رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. اللهم أمين، زادكم الله علما فضيلة الشيخ. أستاذنك الأخ حسين من السويد ينتظر. السلام عليكم أخ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي، تفضل. السلام عليكم شيخ صالح. حياكم الله حسين. جعلك الله من عبادي الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. وأشهد الله إني أحبك حبا خالصا فيه، وأدعو لك بالتوفيق والسداد وأن يجعلك ممن سبقت لهم من الله الحسنى. السؤال يا شيخ، أتيت مهاجرا للسويد ولا أملك شيء من مال، والدولة تمنحني قرضا بنكيا لمدة عامين نظير التجهيزات المنزلية والأدوات، وليس لدي عمل ولا مصدر دخل غير إعانة شهرية من الدولة نظير الأكل والشرب والملبس، والتوفير منها قليل لا يكفي، فهل أقبل؟ بارك الله فيكم. اقبل ولا حرج. اقبل ولا حرج. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. بارك فيك إن شاء الله. الأخ محمد من فلسطين، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ. حياك الله يا أخي محمد، تفضل يا أخي. أسعد الله أوقاتكم يا رب الخير يا رب، يجعلكم خير للجميع يا رب. اللهم آمين، تفضل يا أخي. الله يخليك. أنا عندي يعني سؤال بدي أسأل الشيخ. الله يخليك. في عندي مشكلة صارت كويس، وأنا يعني مش عارف هذا إلا أنا قمت فيه صح ولا لا. عرضت يعني كلية إلي للبيع عشان أعالج ابني فيها لظروف قاسية كويس، وعندي يعني أنا ماليش بيت وجريح انتفاضة وحالي بالويل كويس، وعرضت يعني الكلية بتاعتي هذه وللتنتين على أساس إنه ممكن أموت وبس أهل بيتي يحيي كويس، ونشدت كل الناس ونشدت يعني كل البشر إنهم يساعدوني قدموا يد العون، وانا من مكانكم يعني بستغيث بالله ثم بامير البلاد وبخادم الحرمين هم يساعدوني. يعني ابن مريض انا من اخ محمد للانتفاضة. اخ محمد نعم. في الكنترول ان شاء الله ياخذون الرقم ويتواصلوا معك باذن الله تعالى. الاخ علي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. يعطيك العافيه علي الشطي معك من الكويت، يعطيك العافيه اخوي. حياك الله اخ علي، حياك الله يا اخي. يا هلا فيك. بس شدي هو شيء في بداية الحلقة يعني القصاص من الأثر اللي قالها الشيخ، أنا أتمنى بس يعني من وجهة نظر تربوية أن يتم تحويل هذه القصص إلى أعمال للطفل، أعمال مثل طريقة الكرتون أو شيء كذي، أحسن من المسلسلات اللي قاعد تصل إلينا من اليابان ومن أوروبا اللي ما فيها القيم اللي نفس ما ذكر عنها الشيخ يعني موضوع الرطب وما الرطب. أتمنى والله يكون في جهة تنتج هالأشياء هذه. نعم، شكرا لك أخي عبد الرحمن وبارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. أخ محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ محمد. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. لو ترفع صوتك شوي محمد، تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كيف حالك الله يسلمك؟ حياك الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ محمد. إن شاء الله بخير. خير وعافية الحمد لله. بس إذا عندي سؤالين إذا سمحتوا لي ممكن يكون خارج الحلقة أو إذا كان عندكم موضوع في الحلقة. تفضل تفضل أخ محمد. بالنسبة طال عمرك الحياة البرزخ يعني يا شيخ صالح حياة البرزخ هل الأموات يعني يشعرون بالأحياء أو عند الزيارة مثلا أنهم يشعرون؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مثل ما تفضلت فضيلة الشيخ في البداية بالجاليات العربية اللي موجودة في دول الخليج قد يكون أحدهم عنده رغبة في العلم خاصة في العلم الشرعي والديني. أنا أشوف في نقص يا شيخ من ناحية الدعوة لله دعوة للإسلام خاصة في الدول الأفريقية. مثل ما تعلم فضيلة الشيخ الأسبوع الماضي أعتقد انتقل رحمة الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصميط على ما أذكر أخ محمد رجل واحد هدى الله به على يديه 20 مليون مسلم يعني هذا على شخص واحد. نعم. ليش ما يكون هناك دعاء للدول الأفريقية دعاء هذه أو الجمعيات الخيرية تتبنى الدعاء مثلا؟ خير إن شاء الله أخ محمد. تصحيح شكرا هذا السؤال ما بيطلع عليك أخ محمد. تصحيح الخبر الشيخ عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن ما زال حيا ونسأل الله سبحانه وتعالى هو الصحة والعافية هو مريض ولم يتوفى. فضيلة الشيخ لعل السؤال اللي قضية الأعمال الطفل الأخ علي من الكويت لعل هذه يتولون أخواننا في الإعلام هم أصحاب الفتوى أظن فيها. الأخ محمد يتكلم عن عالم البرزخ وهل يشعرون قبله ما كان في شيء. الأخ محمد من فلسطين لديه طلب مساعدة وحولناه إن شاء الله. الأخ حسين جاوبته مباشرة. نعم إذا ما فيه اي نعم. فعندنا حياة البرزخ هل يشعر الميت الذي هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. انتصر ابن القيم في كتابه الروح إلى أن الموتى يشعرون بشيء من الأحوال الدنيا بخطاب من يخاطبهم. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل بدر وقال لعمر والله ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم. والذي يترجع عندي أنهم لا يسمعون وقد بينت هذا مفصلا في بعض الدروس وقلت الذي ترجع عندي أنهم لا يسمعون لأن الله ضرب مثلا بهم. نعم. أنك لا تسمع الموتى. فإن قيل إن المخاطب بالآية الموتى موتى القلوب فلماذا شبههم الله بالموتى؟ لأنهم لا يسمعون وإلا لم يصبح هناك معنى لتشبيههم بالموتى. يعني لابد أن يكون هناك شيء مشترك بين الأصل والفرع والمقصود. لكن يظهر لأنهم إذا سلم عليهم يمكن أن يشعروا لأنه صعب أن يقال أن الله تعبدنا بالسلام عليهم دون أن يشعروا. لكنهم ينتفعون هذا متفق عليه ينتفعون بالدعاء لهم. هم لا ينفعون لكن هم أنفسهم رحمهم الله ينتفعون بدعاء الأحياء لهم ولهذا جاءت السنة بزيارة المقابر. جاءت السنة بزيارة المقابر من هذا الباب لأن الموتى ينتفعون بزيارة من يزورهم من الناس والدعاء لهم حتى لو في غير الزيارة. يدعو الإنسان لهم في صلاته يتصدق عنهم هذا يصل بإذن الله ثوابه إليهم. وحياة البرزخ الله أعلم بها وقد نص القرآن عليها قال ربنا جل ذكره ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم فضل الشيخ أحيانا قد هناك أحداث عند الأحياء جديدة فقد يرى الرجل رؤية في المنام بأن هذا الميت يتكلم معه عن أحداث جديدة هو الموتى. نعم. الموتى رؤياهم في المنام وإخبارهم بشيء ما حق. نعم. لأنهم في دار حق فأهل العلم بالتأويل يقولون إن إخبار الموتى حق. نعم. لأنهم في دار حق وهذا وقع أنهم أحيانا يخبرون بأشياء قد وقعت. نعم. لكن الله أعلم بكيفية وصولها إليهم هو قضية الأرواح والأجساد مدى اتصالها مدى انفكاكها إلى أي حد مثل هذا العلم يبقى غيبا وصعب من الإنسان أن يعني يتجاسر عليه لأنه لا يوجد شيء بين واضح فيه ولحكمة ما أخفاه الله. وإذا قال الله جل وعلا في حق عيسى بن مريم وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه هذا وهو نبي ماذا يقول مثلنا. ففي ثمة أشياء أخفاها الله جل وعلا تأتي مدارج مضمار تجري فيها أقدام العلماء لكن لابد أن تجري بحذر لأن الكلام في الأشياء التي فيها أصل شرعي يؤصل عليه فقهيات أمر حسن يسير لكن الكلام في الغيبيات يبقى صعبا لأن الغيب لا يقاس عليه. وإذا تكلم إنسان باستطراد ربما أوقع نفسه في حرج لأنه لا يستطيع أن يلتزم بكل ما
بما قاله يخبر عنه. لكن ثبت مثلا أن أحد الصحابة رؤية في المنام وأوصى من رآه بأنه سيجد درعه مسروقة عند فلان وأن يأخذها ويأتي بها للخليفة أبي بكر يطلب أبي بكر أن يبيعها ويقضي بها دينه، وقد وقع هذا. فهذا يدل على أن ثمة أشياء يشعرون بها في حياة البرزخ، لكن إلى أي حد، إلى أي مدى، هذا علمه عند الله. والموت ليس بالأمر الهين، يعني إذا قلنا أنهم يسمعون ويعلمون وكأنهم أصبحوا أحياء، وهذا أمر يحتاج الإنسان إلى التريث في الكلم فيه. والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول ما أنت بمسمع من في القبور. وهذا كله يعني لابد من الأخذ منها هنا والأخذ منها هنا حتى لا يقع زلل أو غلبة أمر على آخر. نعم. أما الروح فهي، أما الروح لا تموت طبعا، الروح، القلم، العرش، الجنة، النار، هي ثمانية لا تبيد، هذه أزلية. أزلية تبقى، يعني موت الروح يكون بانفكاكها عن الجسد، فعندما يقلب جسد ميت روحه صاعدة. هذا الله أعلم ما تلقى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يظن بالمسلم السلامة وأنه قادم على أرحم الراحمين، ويخشى على أهل الفسق والمعاصي والكافر. الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ووكيع هذا مثلا، نحن الآن في وكيع، دخل، إذا كان جينا عاد حياة البرزخ، يقول يحيى بن عون دخلت مع وكيع على ابن القصار، القصار عالم، فوجدناه مريضا، فأصابه انزعاج يعني للقصار، فقال له وكيع ما هذا القلق؟ قال إنه الموت والقدوم على الله. فقال وكيع ألست تؤمن بالله والرسل والبعث والحساب والنشور، وأن الجنة والنار حق، وأن الله مستو على عرشه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وأنك لا تخرج على أئمة المسلمين بالسيف وإن جاروا؟ فقال ابن القصار إي والله كل ذلك أؤمن به. فقال هو وكيع مت إن شئت، مت إن شئت، يعني إذا سلم الاعتقاد فالأمور الباقي يعني يبقى أمرا هينا. والإنسان لا بد أن يحمل معتقدات حسنة في قلبه، أعظمها إجلال الله، إعظامه، الإيمان بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن الله تبارك وتعالى لا شريك معه ولا ند له ولا مثيل له. فيكون القلب مملوء بتنزيه الله جل وعلا عن النقائص، عن المعايب، مليء، مملوء بأن الله عظيم، بأن الله كريم، بأن الله حليم، بأن الله سريع ذو انتقام. إذا كان القلب مملوءا بهذا يؤمن بأن الدنيا ستنتهي، وأن هناك حساب، وأن هناك حسابا ونشورا وبعثا قبل ذلك، وأن الباقي هو الله، وأن الله خير الوارثون، الباقي الحي بعد كل من يموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن الله نصره بالأصحاب، وأنهم خير أصحاب النبيين عليهم رضوان الله تعالى عليهم، وأن عيسى بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن النبيين بلغوا الرسالات وأدوا ما عليهم، وأنهم أوذوا في الله وصبروا وجاهدوا، وأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن الخروج على أئمة المسلمين بالسيف لا يجوز، وأن الله مستوى على عرشه بائن عن خلقه، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا كان القلب مملوءا بهذا فإن شاء الله أنه يقدم على خير. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباب المدينة المنورة، جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم وفتح عليكم وزادكم علما. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.